هو مو ليس مو ليس فقط منظر الدم، يعني انا مثلا الان حبيت انا بس اسمع شو الشباب كيف يحاورون الموضوع، لكن ما زال هذا وقت غني وغالي، يعني الوقت اللي يقضيه الشاب امام الشاشه التلفزيونيه مهم جدا انه يكون المعروض كفيديو كليب كبديل، ان صحت كلمه بديل هنا. انا كاب لما ولدي يقعد امام التلفزيون يعني يناقشني، تعالي هذا احنا طبعا عندنا وجهتين نظر، الذوق العام وعندنا وجهه نظر الدينيه. تمام. انا بالنسبه لي اذا كان في اي شيء في الفيديو كليب يخدش الحياء الديني هذا انتهى. ما في نقاش. لا خلص. اذا كان الصوره تثير الكامن، هذه قضيه فقهيه واضحه، اي شيء يثير الكامن داخل الانسان حتى لو كان بعض الكلمات المبهمه هذا اصبح فيها جانب التحريم. فانا كاب الان وانا اعاني. اتكلم باسم الاباء مش محمد ثوينة فقط، وانت الان مخرج. انا ابي البديل لما تطرحه انت ما يكون في مشكله شرعيه. عشان لا يصير في خلاف داخل البيت. صح. الفيديو كليب الان قاعد يسبب خلافات بين الابناء والاباء. صح. لان الولد مضطر انه يبي يشوف الحلقه يقول يبا هذه ما في بنت، هذه فيها كلام، هذه ما في كذا، البنت بتشوف البنت الثانيه، هذه ما في كذا. فصار في خلاف اسري على الفيديو كليب اللي انت قاعد تطرحه او فلان يطرحه او فلان يطرحه، وهذه مشكله احنا نعاني منها ايضا في البيت. طيب هذا الخلاف لابد يكون الاب لما يشاهد هذا المنتج ما يكون في مشكله شرعيه فيصير بناء على خلاف داخل البيت، وهو في النهايه ايش؟ قضاء وقت فراغ. هاي نقطه. النقطة الثانية، الأولاد قاعد يحفظون الكلمات اللي أنت اخترتها. يمكن أنا أضحك على كثير من الكلمات اتحفظت وأنا لما كنت صغير حفظت. جي إيه. أنت 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 عارف حاجة وعاوز تطلعها. بالمناسبة يا جماعة دكتور محمد عنده أمثلة كتير جدا نقدر نقولين عليها. يعني هو أكيد حضرتك طبعا عشان تدرس الحالات النفسية لازم أكيد طبعا تبقى عندك يعني سي في. هو يرفع وأنت تكبس. أيوه بالظبط. لا أنا أقصد أنا مثل ما ذكرت مشهد من المشاهد، يعني عذرا يعني بعض من يطرح البديل يعتقد أنه لو لخبط له بكلمتين وخلاص، يعني لا، لما الولد يبدأ يتمشى في الشارع ويتمشى بيتحرك بحركات يقلد فيها المطرب أو المطربة ويقول لك مثلا يا اهل الله اللي فوق متبصوا على اللي تحت، اللي تحت متبصوا على اللي فوق، زي وبعدين ولا يقول لك هنعمل يا رب نبص على بعض وبعدين. قصدي لما انا اردد مثل هذه الشعارات، يعني تعال حق شعاراتنا كمسلمين وكعرب حتى قبل الاسلام الرجوله وكذا، والشاب الولد لما يكون 6 7 سنوات فيردد الشعر فاللسان، ويجي واحد يقول لي كركشن ايش كركشن دبح كبشو يا محلى مرأت لحم كبشو. يعني قصدي واحد يحب ياكل يعني قصدي زين وبعدين. لا اللحمه انا دكتور انا انا شنو النقطه اللي ودي اوصل لها؟ ودي لو طرح فيديو كليب او اغنيه او شيء بحدود الشرعيه المباحه ايضا تكون الكلمات تنمي شخصيه. يعني الولد مثل انت ذكرت كلمه حلوه، قلت انا ابي الولد الاب والام ما يخافون من المشهد، هذه نقطه ايجابيه انا احسبها لو كان انا ما شفت انت قلت عليه عمل اغنيه. النقطه الثانيه انه ما يصير الكلمات فاضيه، يبدا الواحد يرددها ويتعاطف معها وكذا زين وبعدين، يعني علم فيها ان الكلمات تحترم عقل المشاهد، تحترم عقله وتاثر في شخصيته، تؤثر فيه ايجابا. فبالتالي ايضا هذا المعروض اللي ما فيه خلاف شرعي ولا في شيء مغري ولا فيه شيء جنسي، طيب في النهايه وبعدين لابد يضيف لابني شيء. يعني انا المشكله انا الكلام ده مش كلامي، ده بيبقى شاعر هو اللي كتب الكلام، بس انا بحاول قدر الامكان ان انا لما اختار الاغنيه يبقى كلامها مناسب او كلامها ما فيهوش يعطي توجيه ايجابي. تمام. بس انت ما تقدرش في كل حاجه تبقى عامل كده. انا اقول لك بامانه، انا بص انا بتكلم بكام على ارض الواقع. لكن ان انت في الاخر خالص انت بتعمل ترفيه للناس، فما ينفعش ان انا كل شويه ابقى بربيهم، يعني لازم تسمع كذا، هيبقى في الاخر عامله زي يا عثمان. في حاجه مهمه جدا في حاجه لازم ناخد بالنا منها، في ناس بتتفرج على القنوات دي وتيجي تقلب تلاقي على نفس القناه نفس الاغاني فمضطره انها تقعد تتفرج، لان القنوات هي حتى هقول لك على حاجه، مش قنوات الموسيقى اللي طالعه جديد موجوده دلوقتي، لا حتى القنوات الفضائيه العربيه اللي موجوده بطبيعتها بتقدم لك برنامج بعد البرنامج تلاقي مثلا 6 اغاني ورا بعض. بص بعد المسلسل تلاقي اقول لك حاجه، انت بني ادم حر ولا مش حر؟ حر. طب طيب انا لقيت حاجه اذتني، طفي التلفزيون يا اخي. هي مش رصاصه بس هي في النهايه مش رصاصه. ما انا هقول لك، انا عايز اقول لك حاجه، ده في ايدك انت طبعا، يعني ده في ايدك زي ما في ايد الاب والاهل. تمام. ده في التربيه من زي ما احنا اتربينا، وفي غيرنا اتربى، احمد اتربى، ده ينفع وده ما ينفعش، ده صح وده غلط. تمام. لا ما ينفعش، ده عيب، لا ده حلو، ده كويس. فده في ايدك انت في الاخر وفي ايد الاب. انت في قوه خارجيه جامده جدا عماله تعاكس فيك، خلي بالك يعني القوه الموضوع اكبر من كونه قنوات بتذيع اغاني، والاغاني اغلبيتها اللي بتلاقي فيها عري وكده يعني 70 او 80% منها غربيه. تمام. ففي ثقافه موجهه جايه لك بشكل معين، فيعني انت لازم تحاربها،
انت كبني ادم جواك لازم تحاربها، ولازم الاهل او الاب او الام او العيله عموما تحاربها، لازم تحاربها مع اصحابك، لازم تحاربها مع اهلك، مع اصدقائك، يعني فاهم؟ دكتور ثواني الله يرضى عليك، كلمه كده في دقيقه. يا سلام، انت وقتكم لانه الوقت انت عارف دائما معانا، خلاص خلاص بيتك وخلاص، ختامها مسك كذا. الله يحفظك. وعلى العموم انا ودي الشاب اللي يشاهدنا الان سواء من الفتيان او الفتيات، الحلقه هذه دورها انها تكشف واقع، واحنا افتهمنا من الحلقه هذه ان الواقع مر شويه، في فيديو كليبات سيئه موجوده في الساحه، تجاريه، اقتصاديه، ترف فكري، تصدير، اللي هو في النهايه اللي مطلوب من الشاب انه يبدا يحبس نفسه عنها. ثلاث كلمات يعني بسرعه، رقم واحد هو قرار، لازم انت تاخذ هذا القرار، انا اظن قضيه جدا مهمه، الشاب يحدد كيف يصرف وقته. الوقت هذا مضمون له حر يقفل او يفتح. اي يعني ان شاء الله، فانا ودي بالفعل ان رقم واحد ناخذ الان قرار كلنا مع بعض ان ما نشوف الفيديو كليبات هذه، نبتعد عنها حتى ما نتاثر فيها سلبا. الامر الثاني اللي هو نبدا نشغل وقت فراغنا ببدائل، هذه قضيه جدا مهمه، سواء من نفس طبيعه البرنامج اذا كان في فيديو كليب مناسب بالشروط اللي بيناها مثلا، او لا والله الشباب الان عنده طاقه كبيره وهذا فرصه ممكن يستفيد منها بشيء يعود عليه بالمنفعه. دائما وقت الفراغ المقصود منه يعيني على المستقبل، وجزء منه بسيط الترفيه، لكن الاساس هو ان انا ابني شخصيتي، ابني وقتي بشيء يعود عليه بالمنفعه. والنفس انت تقودها، العلم بالتعلم والحلم بالتحلم كما بين عليه الصلاه والسلام. الانسان اذا يبي يتعلم يتعلم، واذا عاوز يضبط النفس هذه يقدر يضبطها. ولهذا قضيه مهمه، الشاب يقول لا يقول ما اقدر، هذه الكلمه انا ما اتقبلها، لا تقول ما اقدر، تستطيع اذا اردت. فاذا قضيه جدا مهمه عندي انه هو ياخذ قرار انه يبدا يغير في حياته شويه. رقم ثلاثه عاد يبدا الصحبه. لا تقعد لي مع سته كل واحد مع شريط فيديو كليب ويطلعون ورا بعض يقول والله انا مش قادر ابطل الفيديو كليب، طيب لازم تترك المجموعه. المجموعه هذه اتركها على الاقل او اغير مكانها، لما يجوا في غرفه او في الصاله او في البيت ما اجلس معاهم، لما يكون طالعين يتمشوا برا مثلا، رايحين نادي، رايحين على البحر، رايحين على النيل، ابدا اغير جو، اذا لابد اني اغير صحبتي. قضيه جدا مهمه. رقم أربعة الأفكار اللي علقت، طيب الواحد الحين يقول أنا صار لي سنتين ثلاث سنوات أطالع فيديو كليبات، إيش الحل الآن؟ الحل الأول ما أكلم نفسي بالصور اللي أنا كنت شايفها، أبدأ أكلم نفسي بصورة جديدة، أتخاطب مع أصحابي بقصص جميلة، بمواقف بديلة، بشيء جديد، ما أبدأ أرجع بذاكرتي لما تكون حالتي النفسية فيها شيء من التأثر، زعلان، متضايق، فرحان، ما أقول والله ذاك اليوم لما عملنا تذكر، أبدأ أبتعد عن المشاهد القديمة حتى الصورة تتبدل عندي في بالي. الأمر الخامس الحقيقة هو الأجمل ودائما أخرى لأنه هو الأفضل، هو الإنسان لما يبدأ يكون متأثر سلبا من المعين، من اللي يغير النفس هذه، والله عز وجل، فما في أجمل من أن الإنسان يبدأ يتعبد ويطور نفسه في عبادته ويركز على الدعاء خاصة في وقت السجود، أقرب ما يكون عبد الله ساجد، فالله سبحانه وتعالى يبدأ يصفي هذا القلب، يصفي هذا النفس، ويبعدها بهذا العمل، مش مجرد كلام. بعض الشيء يقول يا رب، هو جالس مكانه ويطالع التلفزيون يقول يا رب ما تصير هذه يعني، لكن اغير جوي واغير مكاني وابدا اغير صحبتي وابدا اكون مع الله سبحانه وتعالى وابتعد عن هذا البديل. يا اخي مش لازم اطالع الفيديو كليب، خلى للناس اللي هم يعني قاعدين في مرحله انتقاليه، لكن لما ابدا انا الدقيقه يصير لها قيمه ماديه ومعنويه وفكريه، انا اتوقع هذه البدائل ممكن تعين الشاب انه يتغير. يلا هي فرصتكم، يعني انا اتوقع هذه إن شاء الله فرصه الواحد كده في الاخر. يعني انبسطنا جدا، المخرج الشاب المتميز عثمان ابو لبن كان معانا، ودكتور محمد ثويني، ويعني جزاك الله خيرا ان انتوا جيتوا بجد، جزاك الله خيرا وربنا يبارك لكم. فرصه فاصل نرجع لكم تاني.